فضلا وليس امرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. تفاصيل هذه المباحثات بين الجزائر وروسيا والتي تجري لأول مرة كما قيل بهذا الشأن. نعم، مساء الخير حكيم. بالفعل هناك يعني إعداد ربما لصفقة جديدة كبيرة بين روسيا والجزائر. ما يجري لأول مرة هو الحديث عن منظومات الدفاع الجوي بالدرجة الأولى، لأنه الجزائر اشترى كان في أوقات سابقة مقاتلات روسية. الآن للمرة الأولى هناك منظومات دفاع جوي تعرضها روسيا على الجزائر. يبدو أنه هنا يعني نقطة التحول الأساسية. الحديث طبعا عن طائرات سوخوي، عن مروحيات متعددة الأغراض، وأيضا منظومات دفاع جوي لم يتم الإفصاح عن طبيعتها، بمعنى أنه هي أنظمة صاروخية مضادة للجو لكن لم يتم الإفصاح عن طبيعتها، أنه ما هي أو طرازاتها حتى الآن. الحديث يدور الآن عن الإعداد لهذه الاتفاقات، يعني حتى الآن لا يتوقع أن يتم خلال هذا أعمال المعرض الذي تستمر حتى 23 من الشهر الجاري، لا يتوقع أن يتم عقد أو توقيع عقود معينة، إنما سيتم إعداد الاتفاقات الأساسية من أجل توقيعها في وقت لاحق. جرت العادة يعني في السابق بين موسكو والجزائر أن يتم التوقيع خلال زيارات رسمية أو لقاءات على مستوى رئاسي. يعني أذكر أنه في 2008 وقعت روسيا صفقة القرن مع الجزائر التي بلغ يعني حجمها تقريبا 8 مليارات دولار، كانت في جلها أنظمة يعني طائرات مقاتلات وأنظمة تابعة لسلاح الجو. في كل الأحوال روسيا تريد أن تستعيد هذه العلاقة المتينة مع الجزائر. الجزائر هو شريك عسكري أساسي لروسيا. الآن كان هناك في السنوات الأخيرة نوع من الفتور أو نوع من التراجع بعد شيء في مشتريات الجزائر من الأسلحة والطرازات المختلفة العسكرية الروسية. الآن هناك محاولة روسية، سعي روسي وجزائري أيضا، يعني هناك توافق بين الطرفين على استئناف هذا النشاط، استئناف هذا التعاون وعودته إلى زخمه السابق. أشكرك جزيل الشكر من موسكو مراسلنا رائد جبر.